سوهاج من سيادة المحافظ اللواء طارق الفقي. سيادة المحافظ صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا طبعا عارفين إنه عدد كبير جدا من محافظات مصر في واقع الأمر بتعاني من كم التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء اللي حصل طبعا على مدار السنوات الماضية، لكن خلينا نقول بعد هذه القرارات الأخيرة وتوجيهات سيادة الرئيس بمراعاة الظروف والبعد الاجتماعي لكل الريف المصري في جميع محافظات مصر سواء الوجه البحري أو وجه إبلي. ألو؟ أي سيادة المحافظ مع حضرتك. مع حضرتك اتفضل. يعني يمكن احنا في محافظة سوهاج من المحافظات الزراعية الكبيرة وفي نفس الوقت من المحافظات برضو الأشد احتياجا في مصر. نعم. ويمكن الدولة متدخلة في سوهاج بشكل قوي جدا في الفترة اللي فاتت. أيوة. بنية أساسية، بنية تحتية، مشروعات مية، كهرباء، رصف، مدارس، مراكز الشباب. الهيئة الدولة مركزها كويس جدا 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 في الفترة اللي فاتت مع الصعيد بشكل عام ومع سوهاج بشكل خاص. يمكن احنا من الأول راعينا البعد الاجتماعي ده، وكانت برضه المبالغ الاتصال عندنا مش كبيرة. يمكن احنا من الأول كان في القرى فعلا كنا 90 جنيه ونزلناها ل 50 جنيه فعلا، والناس في استجابه شديده جدا. يمكن احنا تجاوزنا دلوقتي وعدينا نسبه 40% من المخالفات تم فيها تصالح بالفعل او تم تقدم التصالح بالفعل. وشايف الفتره اللي فاتت بعد توجيهات الرئيس ان احنا نراعي البعد الاجتماعي وبعد ما الاسعار نزلت في اقبال غير مسبوق الحقيقه. ويمكن احنا بسبب ده ان احنا شغالين جمعه وسبت، شغالين خميس وجمعه وسبت، مفيش على مدار الاسبوع كله. في نفس الوقت برضه مد فترات العمل وبنيسر، بنقدم تيسيرات بشكل كويس جدا ان احنا تحل الناس كلها انها تبدا تتصالح. ويمكن في الفتره اللي كانت مع بدايه صدور القانون ما بقتش الناس خلاص فهمت كويس. الاعلام سلط الضوء كويس على القانون وعلى الغرض منه. مؤتمرات معالي رئيس الوزراء في الفتره اللي فاتت، وزير التنميه المحليه، الكلام اللي بيتقال للناس دلوقتي استوعبته كويس جدا وبقت فاهمه ان القانون في الاول وفي الاخر هو لمصلحتهم ولمصلحه الدوله المصريه ككل. وشايف اجابه كويسه جدا في محافظه سوهاج الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا سياده المحافظ، ويعني ان شاء الله باذن الله طبعا نتمنى يعني خبر حلو اهو في محافظه سوهاج، انه حتى الان احنا بنتكلم على احنا في منتصف سبتمبر، المده معاك لحد يعني تقريبا احنا لسه مش منتصف سبتمبر، يعني احنا نقدر نقول ان انت لسه قدامك فتره كافيه كمواطن اذا كنت عايز تروح تتصالح.